مباشره من الملعب الشرفي بمدينه مكناس اللي كيحتضن في هذه الاثناء المباراه اللي كتجمع فتح ويسلان والنادي القنيطري برسم الدور الرابع من اقصائيات كاس العرش. هذا الكاس الغاليه اللي حضرات فيها واحد الام غاليه وكانت عزيزه على كل المغاربه وشرفات الام المغربيه عبر ربوع الوطن، الا وهي ام سفيان بوفال اللي دخل السعاده كباقي اللاعبين المغاربه خلال مونديال 2022. بهذه المناسبه تم التكريم ديال الام ديال التكريم ديال سفيان بوفال في شخص الام ديالو والعائله ديالو المحترمه، واللي تنتمناو في فرصه قادمه ان شاء الله من اللي يكون هنا يقوم بزياره للنادي ديال فتح ويسلان والنادي المكناسي باش يعرف بان راه كاين جمهور كبير مكناسي محب تيغير عليه وتيبغيه وتيبغي الام ديالو وتيبغي كل ما هو مغربي حر. ومرحبا بك الام الحاجه، والحمد لله اللي ربي شفاك وعافاك وشفناك بصحه جيده. شكرا شكرا. الجميع التوفيق. انا كنطلب الجميع التوفيق ان شاء الله، وكنطلبهم السعاده، والنادي القنيطري حتى هو ما ننساوش حتى هو معنا، والمغرب كله. وكنطلب جلاله الملك الله ينصره والله يطول عمره والله يخليه لنا مكب علينا ويخليه لنا حامينا وحامي الدوله المغربيه. مو يعطيني كلمه في حق رجال الامن من نهار فزتوا لقطر دخلتوا، شنو تقولي رجال الامن؟ كانوا معنا مزيانين الله يعمرها سلعه، وكانوا محتفظ الخدمه ديالهم، كانوا واقفين مع الخدمه ديالهم وداروا الجهد ديالهم، وتا واحد ما كان تخص وتا واحد ما كان عنده شي مخبلان. الحمد لله. اش كتبغي تقولي للامهات في السلبيات ديالهم؟ وانا تنقول للامهات مختلفه من الرياضه، تنقول للامهات ربي ولادكم تربيه حسنه وتربيوهم على الاخلاق، التربيه والاخلاق، ربيوهم تربيه حسنه وعلموهم الرياضه وعلموهم كاع الرياضات كاملين. رساله خاصه لفتح ويسلان. تنتمناو لها التوفيق ان شاء الله والمسيره ديالها، والله النجاح بالنجاح ان شاء الله يا ربي، والله يعليهم الفوق الفوق. ديما مكناس. حاج عامر رئيس الشرفي لفتح ويسلان، زعما هذا النهار كبير اننا تلقينا واحد الام اللي نجبات لنا واحد اللاعب كبير اللي هو سفيان بوفال اللي فرح المغاربه كاملين في هذه المناسبه. كنشكروا الناس اللي سهروا على التنظيم من رجال الامن والسلطه المحليه والفارق ديال والمكتب ديال فتح ويسلان، وكنشكروا صاحب الجلاله، وكنتمناو الشفاء لصاحب الجلاله باش يكثر لنا من هذه الانجازات وهذه الانتصارات. وشكرا. السلام عليكم مشاهدين ويسلان نيوز. هذا نهار كبير اللي فتح ويسلان دارت الاستقبال هذا، وصراحه الله شي حاجه زوينه، ونتمنوا لهم ان شاء الله ان شاء الله يتقدموا زعما ويكونوا في البريمير سيري في الدوزيام ا، وحتى الكوديم نتمنوا لها ان شاء الله تكون في البريمير سيري ان شاء الله، ويرجعوا لها الامجاد ديالها ان شاء الله وترجع للمكانه ديالها اللي كانت من قبل ان شاء الله. شنو الرساله اللي تبلغ لنا اللاعب الدولي ديالنا اللي هو ولدنا كاملين بوفال من هذا المنبر اللي كان قدامك دابا؟ ان شاء الله. الناس ديال ويسلان شنو غتقول لهم؟ ان شاء الله الناس ديال ويسلان تنشكرهم وربي يخليك. تنشكرهم الناس ديال ويسلان ديال فتح ويسلان، تنشكرهم على هذا الاستقبال اللي داروا الرائع، وشرفونا حتى هما كيما شرفنا حنا البلاد. وسفيان حتى هو راه فرحان، راه شايف تيشوف هذا الشيء كامل وحتى هو راه فرحان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى وصحبه. اليوم مدينة مكناس العاصمة الإسماعيلية تتعيش واحد الـ واحد الـ واحد العرس، واحد الفرح، واحد فرح، عرس رياضي لا مثيل له، بقدوم الوالدة ديال سفيان بوفال اللاعب الدولي اللي شارك مع النخبة الوطنية، واللي الحمد لله أنهم حققوا واحد إنجاز رائع بلوغهم البلوغ ديالهم للمربع الذهبي. واليوم الحمد لله كان واحد الاستقبال من طرف المكتب المشير في شخص الرئيس وفي شخص الاعضاء اللي معاه، استقبلوا الحاجه زبيده الوالده ديال سفيان، واحد الاستقبال حار، وقدموا لها بعض الهدايا يعني، والحمد لله حتى الجمهور ديال ويسلان
العظمى والجمهور ديال قنيطره يعني انهم استقبلوها وذكروها بديك سير 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 وذكروها بزاف ديال الامور. وحنا يعني الحمد لله ان هذا الاستقبال اللي قاموا به يعني ان حتى بالنسبه للوجود ديال الحاجه زبيده الوالده ديال بوفال في الملعب ان دارت الاقدام ديالها وهاد الاقدام هادو انهم غادي يعني غادي يجعلوا واحد البركه في هذا الملعب هذا باش النادي مكناش تخرج من هاد من هاد من هاد القسم ديال اللي هي تقريبا 8 سنين ويا فيه يعني تنتمنى ودعات معاهم في هاد الملعب هذا ودعات مع الفريق ويصلن العظمى كذلك على ان هاد الفريق يحقوا واحد الصعود ويحقوا نتائج مشرفه ان شاء الله. والحمد لله ان وهنا تنطلبوا من المسؤولين ديال مدينه مكناس باش يديروا واحد الاستقبال حار بالابن ديالها سفيان يشوف الوقت اللي غيكون هنايا. ودابا ان تلقات واحد المكالمه مع السيد الدكتور جواد بحجي رئيس جامعه مكناس انه يعني وحده وعلى اساس بانهم غادي له واحد الاستقبال حار من طرف جامعه مكناس. وكذلك بالنسبه لمدينه مكناس انها في حاجه ماسه يعني الواحد دفعها والدفعه هذه هي جات من عند هذه السريفه اللي حلمات انها فاش كانت غاده في الطياره قبل ما يوصلوا لقطر نعسات وفقت وقالت الامهات اللي معها قالت لهم باننا غادي نقضي واحد السهر هنا في قطر وفعلا قضاو سهرة قطر باش قضاو بالدعاوي ديال الامهات ان المنتخب الوطني وصل لواحد النتيجه حقق واحد الانتاج شرفي ورفع الرايه ديال المنتخب ورفع الرايه ديال المغرب ورفع الرايه ديال الدول العربيه والدول الافريقيه. وتنتمناو ان شاء الله النادي المكناسي هذا العام ويسلان يصعدوا ويحققوا واحد النتائج مشرفه ان شاء الله. وتنتمناو الوصل العظمى المدينه اللي الحمد لله يعني تتصرف بواحد لاعب ممتاز تتصرف اعلاميا والحمد لله ان ويسلان عطات واحد صحفيين ممتازين من ضمنهم ويسلان نيوز الاستاذ صابر يعني الاستاذ بوساقور ومصطفى الوردي ومصطفى السلامي وربوع الثاني ديال الدار واللائحه طويله والحمد لله هاد الناس هادو يعني عطاو واحد صرفوا مدينه مكناس صحفيا واعلاميا. وتنتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.